تعالى هنا اوريك حاجه جميله جدا جدا جدا، ودي بقى في القانون يا كابتن علاء. مسك اللعيب. نتكلم في لعب الاجا دي. بص يا كابتن، بس هقف كده كابتن برجاوي، سامحني معلش، دي هنشرحها للناس عشان نعرف الراجل واقف ورا هذا المدافع متداخل. سيرجي اكا ده بره الملعب يا كابتن صح؟ ايوه بس متداخل. هل يغطي التسلل ولا لا؟ طبعا سؤال. لا لا لا, لا طبعا. كابتن عادل سكت. ما يغطيش طبعا. لا لا ما يغطيش طبعا. لا يغطي التسلل؟ لا 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 ما يغطيش التسلل. لا هو هو لا هو مغطي التسلل. بقى كابتن مغطي التسلل. لا يعني هو مغطي التسلل. لا انت قلت لي لما خرج بره الملعب. هو مغطي يا كابتن. يعني هو سليمه كده. لا هو فاكر ان هو كده مش مغطي التسلل. هو لو في تسلل هو مغطي التسلل. اتغير في اللعبه ده من زمان قوي يا عادل. كان من زمان تتحسب ان هو خارج حدود الملعب يبقى مش متداخل. طب اتغير ليه؟ دلوقتي اتغير علشان كل حدود الملعب تبع الحكم واللازمه علشان اللي بيمثله بس. برافو بس عليك. كده هقول لك ليه اتغير يا كابتن شريف. ايوه كابتن. المدافع احيانا بيبقى ذكي. مظبوط. لما بيلاقي نفسه هو مغطي التسلل يعمل ايه؟ ويروح طالع بره خطوتين يطلع بره. بالظبط. فبالتالي ما بقدرش احاسبه. مظبوط. فحصل تعديل. بس الكلام ده من قبل 3 سنين ان اي لاعب يخرج خارج ميدان اللعب بدون اذن الحكم لاي سبب من الاسباب حتى لو مصاب. مظبوط. حتى لو مصاب وبره هو مغطي التسلل. يعتبر مغطي صح. صح. تاني. لا بس لو الحكم واخد القرار كابتن طول ما في الهجمه موجوده. لا صح. لا ما اقصدش يعني واحد مثلا كان قبليها الحكم خرجه وواقف بره. لا انا خرجت خلاص بامري. خلاص كابتن. انا بقول ايه؟ خلاص. بقول ايه؟ اللعبه شغاله. لو انا الهجوم هنا واللاعب ده اصيب وقعد بعتبره مغطي التسلل. طبعا ده القانون يا كابتن. لو انا خرجته. لو انا خرجته الموضوع تاني. انا بشيله من حساباتي. هو بره اللعب خالص. بشيله من حسابي. لكن هنا اللاعب هنا يا جماعه مغطي. حتى لو هو بره هو مغطي التسلل. حتى لو هو عند لوحه الاعلانات مغطي التسلل. صح. طالما الهجمه ما زالت موجوده ومستمره. الفار اتدخل ليه في الكرة؟ انا هنا الفار بقول يعني هدف المساعد محمد عزيزي ما فيش فيه اجتهاد. عندك الحارس مغطي واللاعب المدافع مغطي على خط المرمى. هدف سليم. التشكيك يبقى سريع. حتى خالد كمان سابق بيرستاو بعد وهو بيلعبها. بص بص خد بالك بعد لما تروح لخالد. لما تروح لخالد هتلاقي تروح لخالد بقى وتتلعب لبيرسي. بص نمشي 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 نمشي. لا انا فاهم انا فاهم. انا بقوله كمان هنا يعني نقف بقى نقف 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 نقف. خالد لعبها لورا. تمام. الحاجه الثانيه يعني زي ما كابتن اسامه بيقول الكره جايه من الخلف للامام. صح. الكره هنا هي اصلا هي اللي انا بحاسب عليها. مزبوط. يعني بتبقى اللاعب المنافس هو اقرب الى مرمى. بالظبط. الكره هنا اقرب الى مرمى المنافسين. هو اللذيذ ان هي داخله جول راح سيرجي اكا دخل الملعب. حارس المرمى يعمل ايه يعني؟ بص كملتها والله بتكلم جد. بص كملها كملها. بص الكره بتخش جول. بص سيرجي اكا بص بص واقف على الخط. بص 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 هيخش الملعب لوحده. ورجع تاني نزل الملعب. كمل 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 كمل. نزل الملعب لوحده. نزل الملعب لوحده. عارف ياخد اذن ياخد انذار. ده المفروض ياخد بدون اذن. ودخل بدون اذن. ايوه لابد ناخد انذار. بس الناس كلها. ولكن المعلومه اللي عاوزين نوصلها للناس ايه هي؟ ان اي لاعب يخرج خارج ميدان اللعب بدون اذن الحكم انا بعتبره كحكم مساعد مغطي التسلل في حين انتهاء اللعبه. تماما 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 تماما. دي معلومه نوديها للناس عشان تبقى عارفه. وخلي بالك ده لعيب عنده جهل بالقوانين. لو احمد عادل كان خرج بره الجون. احنا دورنا هنا كابتن في قناه الاهلي ايه؟ كابتن ايمن مش بننقد الحكام ولكن بندي ثقافه تحكيميه. لا لا انا بتكلم على اللعيب. انا بتكلم على اللعيب. معلومه كتير من الناس يقول لك ده راجل خارج انت بتحاسبه ازاي؟ لا انا حاسبه هو خارج ميدان اللعب حتى لو راح عند اللي هناك مدرجات بحاسبه ان هو مغطي التسلل. صحيح. لحين انتهاء لعبه اللعب. ولكن هنا هدف سليم طبعا حبينا بس نوضح فيه اللعبه.